أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله. أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه وأثني عليه كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورد عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه درك. المعنى بلغ لهذا الحديث الإسلام، الإسلام دين قوي واسع جدا، مش بس واسع. لذلك الدخول في هذا الدين ينبغي ان يكون بهدوء، ان لا يكون في فهم خاطئ لاي عقيده او مساله فكريه او سلوك او قضيه اخلاقيه او اي شيء، ان يكون هناك غلو في هذه الامور. الغلو يعني الانسان يكون متطرف، يعطي الأمور أكثر من حقيقتها. مشكلة التطرف، مشكلة الغلو، مشكلة بدأت من ذلك الزمان وهي إلى يومنا هذا. مثلا في أناس في ذلك الوقت بلغ من تقديرهم وتقديسهم لأهل البيت ولخصوص الإمام علي عليه السلام أنهم جعلوه إلهاً، علي بن مظلم، وعبدوا، كان الناس يعبدون علي ذلك، وهو ينهاهم ويقول لهم: ويلكم، إنما أنا عبد من علي الله. أخيراً حفر لهم الحفر تحجوها وحطهم فيها واشعل النار في بعضها حتى يؤذيهم شويه بالدخن وغيره، غايب عليهم حتى يرتدوا، فماتوا ولم يتراجعوا عن ارائهم، او يسمون الغلاة. والغلو كفر، عباده اي شيء، اي مخلوق، عباده غير الله تعالى كفر. ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا قضية الغلو قضية مرفوضة حتى في فهم الحكم الشرعي. أحيانا يحصل هذا الغلو. أنا سأختار الآن مثالا لهذا الموضوع بسبب مناسبة عاشوراء. سأختار هذا العنوان وهو: لماذا نجد أن كل واحد من أهل البيت صلوات الله عليهم بدءا من رسول الله وختاما بآخر الأئمة، لكل واحد منهم له نهج وله طريقة في تطبيق الدين؟ طبعا من حيث فهم الدين، النبي والأئمة المعصومون كلهم يفهمون الدين بنفس الأسلوب، ولكن طريقة تطبيق هذه الأفكار أو هذه الفتاوى أو
اختلف من رسول الله الى امير المؤمنين الى الحسن الى الحسين الى اخر الايام. بمناسبه كربلاء ساختار هذا الموضوع، هذه النقطه بالذات، وهي لماذا الامام علي وهو كما نعرف عليه نص بالخلافه في القران الكريم يوم الغد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الساعة الكاملة كما روى جل الصحابة الكرام بايعه النبي بالخلافة وبايعه 120,000 حاج كانوا مع النبي في حجة الوداع بايعه. صدفة في الساعة التي توفي فيها رسول الله تمت بيعه لأبي بكر. علي يرى نفسه ونحن نرى أنه هو صاحب الحق، مع ذلك لا حارب ولا حمل سيف ولا يمشي. كل ما هنالك أعلن صراحة قال أنا أولى بهذا الحق، هذا حقي. لم يعطى الحق سهل، وهو القائل كما ورد في نهج البلاغة لنا حق إن نعطه يعني تقول لي نشفع وإلا نركب أعجاز الإبل ولو طار السرى، يعني الإبل يعني الجمال، صاحب الجمال يركب على ظهر الجمال وإذا عنده ضيف يحطه وراء. فهذا الثاني الشخص الثاني يكون ضيف للجمل مش فارق للجمل، بيقول انا مستعد ان ابقى ضيف في هذه القضيه ولو قال السرى، السرى يعني المشي بالليل، المشي داخل الليل، حتى لو قال مش مشي يعني. وفعلا كان سرى الامام 25 سنه كامله حتى هو يعرف وانا بضل في البدايه، بينما ابنه الإمام الحسن تولاها مباشرة. وبعد ذلك لما وجد أن الاستمرار في هذه الولاية في هذه الحكومة في مشاكل في حروب في إراقة دماء، ومش معلوم أنه سينتصر إذا كان أبوه أمير المؤمنين خالفه قوم من جيشه وحق وأجبروه على التحكيم وضيعوا عليه الانتصار وفعلوا ما فعلوا وهللوه بالقتل، فكيف ماذا يفعل؟ لذلك صالح الإمام، ما صالح الإمام علي، الحسن صالح. أخوه الحسين رفض أن يصالح، رفض أن يبايع، خرج إلى العراق بهدف محاربة يزيد واستلام السلطة بلا شك. طبعا ليست السلطة هدفا له بمعنى أنها رغبة، لا، وإنما السلطة وسيلة من أهم الوسائل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ابنه الإمام زين العابدين ترك كل هذه الأمور مجال السير النهائية. ابنه الإمام الباقر أنشأ أول جامعة إسلامية في الدنيا في المدينة المنورة وانصرف للتعليم، يعني عمل معلم مدرسة. ابنه الإمام الصادق كذلك وسع هذه الجامعة ونظمها وأدخل فيها المواد غير الدينية كالجبر والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها من المواد، هو الذي اخترع علم الكيمياء. ابنه الإمام القاضي ابتلي بالسجون. ابنه الإمام الرضا وقع اتفاقية ولاية العهد مع المأمون، وهكذا كل إمام كان له دور. أنا قلت مرارا في الماضي لو أخذنا أي إمام من وقته ومن ظروفه وحطيناه بمكان إمام آخر، يعني لو أخذنا الإمام الجواد أو الإمام الكاظم أو الإمام الصادق أو الباقر وحطيناه مطرح الحسين كان بحارب وبيعمل كذا، ولو حطينا الحسين
مكان الإمام الرضا كان بوقع وثيقة ولاية العهد مع المأمون. ولو حطيناه مكان الإمام الحسن كان بصالح معاوية. وأنا بذكر الناس وبقول لهم طيب لما الإمام حسن بايع معاوية. الإمام حسين وين كان؟ وكان بالمريخ فكان معه. كان الإمام حسين مع أخيه ووقع معه وثيقة الصلح. وبعد استشهاد أخيه لما معاوية قتل الإمام الحسن عبر زوجته الإمام حسين ما خالف الاتفاق رغم أن معاوية مزق الاتفاق من الساعة الأولى وداس بقدميه وقال إن الشروط التي أعطيتها للحسن بن علي تحت قدمي يعني الوثيقة انتقض انتهى أمره مع ذلك الإمام حسين ما تحرك ولا دار ولا طار ولا مشي وانتظر بين موت الإمام الحسن وبين يوم كربلاء في 10 سنوات 10 سنوات في عمر الإنسان كثيرة في عمر الدهر لا شيء لكن في عمر الشخص هي كثيرة ومع ذلك صبر وسكت وأكمل مسيرة أخيه والموافقة على عمل شخص يعتبر شريك في عمله نحن اليوم تجينا البشائر انه كما يقول السادة الكرام قراء العزاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما مجرد هذه الامنيه انه يا ريتنا كنا بكربلاء نحن شركاء لاصحاب الحسين في واقعه كربلاء لهذه الامنيه بهذا الشعور لنا الاجر والثواب على احياء هذه الذكريات اذا كل امام كان له دور قام به او توقيع ولو بدلنا اثنين مطرح واحد الاخر يبقى كل واحد يقوم بدور الاخر. فهم الدين اذا يختلف مش الفهم استغفر الله تطبيق الدين يختلف من ظرف الى ظرف اخر. راح انتقل من مشكله الحرب والسلم وقضيه بناء الدوله الى القضايا الصغيره. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد كل الناس يعرفون أن حياته الخاصة في مطعمه ومشربه ما كانت حياة رفاهية رغم أنه كان ثريا محمد كان من الأثرياء ما حد يفكر كان فقير محمد ورث أموال خديجة ونماها وكان يصرف على 400 عائلة من الفقراء تلك العائلات التي كانت تصرف عليها خديجة احتراما لموقف خديجة بقي النبي يصرف على 400 عائلة اللي يصرف على 400 عائلة إذا ما عندوش 10 ولا غيرها كيف كان يصرف على 400 عائلة فاهم؟ يحسب واحد يحسب نفسه من 400 يصرف على حاله واحد من 400 أمير المؤمنين إمام علي الإمام علي كذلك ما كان فقيرا بتحقيقات الشيخ الوالد رحمه الله عليه أن أراضي ينبع كانت تجر عليه في السنة 500,000 دينار ذهب في وقت كان المصروف الشهري للعائلة المتوسطة 40,000 نصف مليون كان تنتج أراضي ينبت وأراضي فلك التي كانت في عهد النبي بين الزراعة كانت تنتج 24,000 دينار ذهب إذا ما كان في يا جماعة لكن لم يعيشوا ريش الترف مع ذلك في بعض الشؤون كانوا يفضلون أفضل مثلا النبي الآن يكون عنده كان يصوم كثيرا وإذا أفضل يفضل على كثر على بعض حبات التمر ورغيف من الشعير والكريم هذا النبي وسائل النقل عنده كان عنده أفضل وسائل النقل في زمانه الناقل كان الجمل موجود كان عند النبي أنثى الجمل الناقة كانت من أفضل جمال ذلك العصر وكان عليها اسم ناقة النبي القصواء مشهورة وله فرس كذلك
يسمى الدلدل، وحتى حمار النبي كان حمار مركب وشاب وقوي ونشيط. فإذا النبي كان عنده وسائل النقل، هذه مش أنا الأكل والشرب، وسائل النقل وسائل مهمة. الإمام علي عليه السلام لما صار خليفة، نعم هو الوحيد الذي عاش بوضع كأنه أفقر الناس، لكن ابنه الإمام الحسن، ابنه الإمام الحسن كان يلبس أفخر الثياب وأغلى الثياب، جواهر اليوم رسول الله، جدة رسول الله ما لبس هيك، أبوك علي بن أبي طالب ما كان يلبس هيك، أنت كيف تلبس هذه الثياب؟ فكشف له الإمام ثوبا كان بارد من الداخل، ثياب من الليف، قال له هذا لله وهذا للناس. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تعبير عربي احفظوه حتى اللي لابس عربي اللي يقول، بيقول حتى لا تقتحمه العين. التعبير الموجود باللغة العربية معناه ان الانسان لما بتشوف شخص بتريد اما ان تحترمه او ما تحترمه، ما يكونش عندك بنفسك اي احترام. احيانا اللي يوجب الاحترام او عدم الاحترام المظهر، الشكل الخارجي. اذا كان واحد لابس ثياب من داخل مرقعه او مزهره ما بتحترمه، بينما هيك لابس دائما كرافات ومهندس حاله وحاطط ريحه ومش عارف ايش، ما شاء الله هذا يمكن وزير لازم نسلم على المخاطب من ابناء المسلمين. المظهر الخارجي مهم. ذلك الشخص اللي دعي الى عزيمه عرس كان بشغله متاخر بالشغل، اجى طلع من الشغل راسا للعزيمه متاخر، ما بدي يتاخر اكثر. صاحب العزيمه قال له شو جاي لي الشغل؟ اواني ممزوقه وعليها وسخ العمل. لا لا، قال له انا تاخرت عشان انا جيت هيك. قال له لا، روح البس ببيتك وتعال هم منتظرك. راح لبس ثياب ممتازه جدا، ولما اجى قعد على الاكل صار ياخذ اللقمه لما يحطها لحلوه يحطها بكلمه هيك هو، ويقول لهم اكلوا يا وعيه انتوا اللي معزومين مش انا. مظهر له شأن عند الناس، والائمه ادركوا هذا. لذلك كان الإمام الحسن يلبس أفخر الثياب، وبعده كل الأئمة هكذا. بين أيدينا رواية عجيبة مروية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يعني، وعن الإمام الصادق نفس الرواية ونفس الألفاظ ربما تكررت. تقول الرواية جاء شخص عفوا الإمام زار أحد أصحابه، زار أحد الأشخاص راح البيت، وهذا الشخص ميسور عنده مال ولكن داره ضيقه بيت صغير. فقال له الامام انت ليش يعني عامل بحالك باب الحالات وشايف اللي بيت صغير وعندك مال في حاجه، خذ دارا واسعه. الرجل تعجب ثم قال له يا ابن رسول الله هذه الدار انا اردت البيع، انا مخلي البيع، البيع كان يكفي هذه الدار، نحن كنا اختار انا واخوتي عشنا بها الدار، عيش فيها انا وولدي. شوفوا جواب الامام احفظوه، قال له اذا كان ابوك احمق يعني اهبل، اذا بيعك كان اهبل ليش تطلع من شغله؟ اللي عنده مال قادر ان يعيش ببيت واسع ليش بده يعيش في بيت ضيق يعتبره الامام اهبل؟ يعني نحن بنفهم الدين افضل من الامام الرضا وافضل من الامام الصادق. الحقيقه هي كما قال اهل البيت، كما استشهد الامامان الرضا والامام الصادق لقوله تعالى قل
قال الله تعالى في القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا. قل يا محمد في القرآن كل قوية. قل يا محمد. قل يا محمد للناس الدنيا ولذائذ الدنيا وطيبات العيش هي للمؤمنين. نعم لسر عنده وللطف عنده جعل البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم مشتركين، جعلهم مشتركين في لذائذ الدنيا، جعل لذة الدنيا والطعام والشراب واللباس وغير ذلك مفتوح، بفعل مفتوح لكل الناس. لكن يوم القيامة تتمت الآية خالصة لهم، يعني للمؤمنين خالصة لهم يوم القيامة. قل من حرم، تمام الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا خالصة لهم يوم القيامة. هذا فهم الأئمة صلوات الله عليهم للدين. ليس من الدين أن تلبس ثياب محددة لأن جدك اللي عاش من 1000 سنة كان يلبسها، أو تسكن في دار لأن جدك كان يسكن فيها وهي طيبة. لا، هذا مش من الدين. أنا أقول بالواضح في هذه المسألة، كل طوائف المسلمين أصابت في شيء وأخطأت في شيء، الكل بدون استثناء، نحن وغيرنا. كل المذاهب أصابوا وأخطأوا. مثلا الآن نجد عند إخوتنا أهل السنة، نجد فئة منهم، مش كلهم طبعا، فئة منهم اللي بيسموهم السلفية عنده التفكير أن الثياب الأواني نلبسها، الثياب التي نلبسها لازم تكون بنفس الموضة والمدار اللي كان موجود في العهد النبوي. يعني مثلا نفرض أن النبي كان يلبس دشداشة واصل لعند الكلب، نحن ممنوع نزيدها ولا صمت، نضل عند الكلب نلبس تحت دشداشة. طيب لا، يعني في ايه في القرآن بتقول أنه خلي أولئك الأنصار إلى يوم القيامة؟ تمسكوا بهذه التي لا قيمة لها وجعلوها من الدين. وإذا واحد لبس أواعي قوي أنا لابس أواعي قوي طوال يعتبروني فارس، بينما هم أنفسهم هم أصحاب الأواعي القصيرة يذبح المسلم كما تذبح الدجاجة ولا بيدقوا ولا بيبيضوا، مش فرقان عندهم. ذبح المسلم لا شيء، تطويل الأواعي كفر. فإذا مش فهم أعوج، إدعاء جاهز في الكلام. يذكرنا هذا الرواية أردتكم يا مرة عن ابن عباس رحمه الله عليه. عبد الله بن عباس كان مالك المدينة، قال بعض الشباب قالوا له يا ابن عباس أنا مسألة شرعية فمن فضلك. قالوا له إذا واحد عم بيصلي وجد بقى أو بربة شيء يفتح عليه أوراعي وبربة ماتت طبعا من أنات في الدم، زي بربة شيء كلها من نقطة دم مات البلد الشجر في البلدون الراس اللي يبري طمع من عدام في جعل الله يعني. صلاتنا اللي هالدمات هولي مضبوطة ولا لا؟ صح ولا لا؟ شاف لغاتهم مش لغة أهل المدينة، سألوا أهل منين الشباب؟ قالوا منها من الكوف من أهل العراق. قالوا سبحان الله لو أنتوا دم الحسين دخل عندكم لبكين حاطهم دم برشة وفقط. هذا الفهم الغلط للدين. هيك أنا بدي أنقل عن الشيعة الآن بهذه الفكرة. اليوم صباحا كان في ناس عم يناقشوني في موضوع اللقب. أنا صدمت من نفسي اللقب في الليل بتاع السنة ما حكينا مع سلامة الشيخ اللي أنا بالله فيه. عم يناقشوني موضوع اللقب إنه ليش ما بتسمع باللقب؟ يعني عم سمعنا وما عملنا شيء. شلناها ما عملنا شيء، ما ذلك ما فيش عندنا قرار بتركها يعني.
ما نقدر نسمح بالشيء، يا مولانا ممنوع لا شيء، لا ما نقدر، لا فرضنا ولا نهينا، لا امرنا ولا نهينا. لكن في ناس بيلقى ناس بيقول لك انا برجوز هذا من الدين، ماشي الحال. نحن مش ضدك اذا بطلت، نحن ضدك لما تحول اللطن الى هو الدين، تجعل اللطن هو الدين ولا تبالي اذا كذبت او اذا سرقت او اذا خنت او اذا زنيت او اذا اكلت الحق الشرعي او اذا عملت اي شيء، مش فرقان عندك، فقط انتهاك انك تقوم تاخذ حالك انت لحالك حتى تجد ربك سيدي. واعجب من هذا انا رايت في بلاد كثير بيجوا بيعملوا مجلس عزاء، مع الاسف انه مجلس العزاء الان في كثير من بلاد العالم تحول الى مجلس غنى، عاش مجلس عزاء، مجلس غنى وسياح وعكره، كل ما سرق الزياده الطارئه يكون افضل. وبعد العزاء بعد العزاء وبعد السياح والصراخ انا حضرت عشره من سنتين في لبنان وشفت تشييد الدوله بيخلصوا العزاء والصراخ وبيشتروا بدار واسعه بيحطوا الاراضي لهم وأكيد. هذا الدين يعني هيك هيك الدين بالحرام عليكم بسورة اللطن بسورة الأربيلة لقيتو يعني بيت الأربيلة بسورة اللطن لقيتو يعني الواقع وين؟ الواقع إنه نحن ابتعدنا عن الإسلام ما بين السماء والأرض، وأصبح أي عالم ديني بيقول له للناس يا ناس تعالوا بعاشورة حتى نتعلم حتى نتربى حتى نزرع الأخلاق والفضائل في نفوس أبنائنا، ما بيقدر تعالوا حتى نحمي السكين ونضرب على راسنا بيردوا كل سوا. يومين اجتني مجموعة من الفتاوى مع الصور ومراجع الإعلام رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله من بعد، وحدة للسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه اللي هو الوحيد خلال القرن الماضي اللي توحدت له المرجعية في عصره، وحدة للسيد السيستاني، وحدة للسيد الخميني، وحدة للسيد محمد باقر الصبري، مفخرة العلماء والمراجع، ما أعرف فيه كم واحد من الشكل، الكل أجمعوا وقالوا أي عمل أي تصرف في عاشوراء يعطي صورة سيئة عن مذهب أهل البيت هو حرام. هيك هو حرام. أنتوا بتعرفوا الأربيلي من جيت؟ أنا كنت أربيلي. انتو بتعرفوا اكثر من نجد لان انتو بتعرفوا من برجلش نعم من مصر احسنت يا حاج اجت من مصر بزمن مين؟ لا بزمن السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد كان سلطان الدوله الاسلاميه في تركيا، وكان محمد علي باشا وجماعته اللي كانوا حاكمين بمصر، وكان في مجموعه من البشر مشاغبين يسجد الدولة. السلطان عبد الحميد بده يتخلص منه. ليقتلهم يمكن الزلمة استشكل. ليش بده يقتلهم؟ فتش عن طريقة تخلص منها شكله. خليه يرجع يشتغل. اخترعنا الأربيلي. جاب الأربيلي وحط فيها حشيشي. وأنا أمس بالذات أمس صباحا جبت رسالة استفتاء من بيروت يسألوني الست بتبعث لي استفتاء برسالة بتقول لي إنه زوجها بيحط الحشيش بالأربيلي وبيأكله بالسيجارة وبيشربها بجوزها لهولا وهو عم يناقشها وبيلاقيها وبيقول لها بهذا حالي حط الحشيش وهذا حالي هذا البيت. فالرجل هذا السلطان عبد الحميد جاب الجماعة
وحط القاهرة يعني أمر الوطن القاهرة وجدوا الأرجيلي وقالوا كلوا اشربوا عصير الدولة واشربوا أرجيلي. رأيكم كل الإشكالات والمشاكل اللي كانت بالدولة انتهت. يعني الآن بالواضح هل يتحول شيعة أهل البيت إلى تنادي سلطان عبد الحميد؟ أو اللي يسمون تنادي سلطان عبد الحميد. اقروا تاريخ تبقى الكلمة دي. تنادي سلطان عبد الحميد. شيعة أهل البيت الآن يتحولون إلى تنادي سلطان عبد الحميد. بهم إنه يأرجوا، بهم إنه يطنوا، بهم إنه يبكين على دورهم. أما الصدق والأمانة والوفاء والصلاة الخشوع والصدقات وإخراج الحق الشرعي والذهاب للحج كل هالآلة إذا ما لها إلا إيمان. ويلي فهمنا الغلط من اليوم، فهمنا الغلط بالدين خلانا نقول إنه اللي بيحكي الكلام اللي أنا عملته الآن إنه هذا كلام صعب وهذا كلام بعيد وهذا كلام مش بيقولوا مش من الدين. يمكن يجي يوم من الايام انك تصلي صلاه بدون غلط هذه مش من الدين. ليه من الناس يقرا غلط وتصلي غلط؟ قل من الناس من يجيد قراءه الفاتحه، قل من الناس من يحسن وضوءه. هذا مش مهم. اما انك انت ما تطلبش في عاشوره لخمسين كبير تبطل تروح على جنب، بس إذا صليت وصلت لا مش شيء، الله غفور رحيم. يا إخوان يا مؤمنين، أنا عم بحكي شو ما بدكم تعلموا معكم وشو ما بدكم تقولوا قولوا. ما عادش بالعمر أكثر من عمره. الله يخليك يا إخوان. قولوا اللي بدكم تقولوا، بس أنا بكل وجدان بكل ضمير كل محبة لكم عم بقول لكم هذا النمط من التفكير هذا جريمة. التفكير هذا جريمة. فتشوا عن أخلاق الإسلام. فتشوا عن أخلاق الإسلام وعملوا فيها. هذا الدين. أنتم بتعرفوا مجموعة من الأحاديث أختم بها هذه الخطبة بهذا الشكل. واحدة من هذه الأحاديث إجا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما كان نازل الصوم والصلاة وعاجين حالهم وشايفين من الصلاة والصوم شيء مهم. إجوا قالوا له يا رسول الله هل في الدين أفضل من الصلاة والصيام؟ فالنبي وجه دفع الاتجاه الآخر قال إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. مرة جوزها ولا خيو خيو أفضل من كل عمرة بتصلي وتصوم. حرام. تصلح اثنين بس مش أربعة. اثنين. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا بين أصحابه في رمضان. بعد جنب بيت ومر بالشارع شاب طويل عريض عضلات مفتولة ما شاء الله شاب رياضي يسميه اليوم. فقال بعض الصحابة يا ويح هذا الشاب لو أنفق جلده في طاعة الله، يعني القوة اللي عنده بجسمه لو صرفها الصلاة والصوم هاي طاعة اللي عنده. وهذا وين؟ مين عليك الكلام؟ اللي رباه النبي تربية النبي. النبي قال لهم لا هذا غلط، الفهم غلط. قال لهم لا، إن كان هذا الشاب يسعى على أبوين، كان راح يشتغل لطعم أمه وبيه، فهو مجاهد في سبيل الله. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كان يسعى على أهله، الأهل باللغة يعني المرء والولاد مش البيت والأهل، حتى اللغة الأهل. الأهل يعني المرء اسمه الأهل. القرآن بيقول فلما صار بأهله يعني هو مرء عن موسى. إذا كان يسعى على أهله يعني مرء أولاده حتى يكف أيديهم
عن الطلب ما في أيدي الناس فهو مجاهد في سبيل الله. إذا كان يسعى حتى يكف نفسه عن الطلب ما في أيدي الناس فهو مجاهد في سبيل الله. هذا نوع آخر. ونفس الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعبر عن الهدف من مجيء الإسلام من أساسه الهدف قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شو بيعني إذا كان إنسان حتى لو كان يصلي ويصوم وهو بلا أخلاق؟ شو بيعني؟ الله شو بيعني؟ شو بدرس صلاة الوسيا؟ بيقول له على جهنم وما عارف سلام. إنسان بلا أخلاق حتى لو صلى وصام هذا بلا أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شخص معروف فيه جار وموجير عند النبي وقال له يا رسول الله هذا يطعم الطعام في قومه بطعم جماعته يحطون غدا وعشاء فأكرمه النبي إكراما غير عادي. وهذا جاي بعد لا أسلم ولا أصلي ولا صلي ولا عن شيء لكن لأنه كريم أكرمه النبي. وهذا آخر حديث أقوله يرميه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الخمر لغير الله واحد ما بيشرب خمر مش لأنه حرام بس هو يعني شايف المشغلي مش منيح. من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم. الله بيسقيه من هذا الشراب الحلو اللي سماه الرحيق المختوم من شراب الجنة. الإمام بيقول أنا استهجنت. قلت له يا رسول الله أنت عم بتقول من ترك الخمر لغير الله مش تقربا إلى الله. قال له النبي صلى الله عليه وآله نعم صيانة لنفسه. عم يحمي حاله من الإهانة إنه إذا فتح العقل وصير يتصرف تصرفات مش منيحة يقول الناس بيهينوا. لأن الإنسان إذا احترم نفسه وترك الخمر صيانة لنفسه يدخله الله تعالى الجنة. إحنا لا موازيننا ليش ما نتصور من الموازين اللي نعرفها اليوم هي موازين تحملنا من تحت الجنة. غلط وألف غلط. الموازين الصح اللي حطها ربنا وبس. ما فيش مخلوق لا في على وجه الأرض ولا في باطن الأرض ولا حتى الأنبياء اللي هم حق يقولوا هذا صح ولا غلط. الوحيد هو ربنا المشارع والرسول دوره البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول بشر. ربنا عز وجل أول كلمة نزلها من القرآن قال اقرأ. إيه اقرأ؟ بسم الله ربك الذي خلق. تعلم. ما قال لك أهلي ولا قال لك أخوكم ولا قال لك أسرى وعيك ولا قال لك تقدر تشوف الجنة ولا قال لك مش عارف شو تسوي. لا ما قال لك. قال لك تعلم. أنا أسأل الله عز وجل أن يعطينا شيء دواء يفيق لنا عقلنا حتى نخرج من هذه الظلمات. هذه الظلمات عايشين فيها. نخرج من هذه الظلمات ننظر للدين في منظار جديد بنظرة جديدة ونقول له يا رسول الله نحن اليوم فينا دينك عن جد وأن هذا الدين هدفه الأخلاق وبده يصير عندنا أخلاق ونحيي ذكرى عاشوراء بالأخلاق يوم هيك نحيي بالرسول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لسواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.